بالظبط بالظبط. ماذا عن يعني هل لسه قافلين الشواطئ عشان اللي حصل من كام يوم كده القرش وغيره؟ هل لسه قافلين ولا فاتحين لا لا الشواطئ؟ لا، فتحنا النهارده مفيش حاجه. وبرضو طالما حضرتك تطرقت لهذا الموضوع، انا برضو عاوز اقول حاجه الحقيقه. يعني احنا الموضوع خد حجم اكبر من حجمه. صحيح. انا لا اقلل، لا اقلل من الحدث، الحدث حدث ما هو صغير، ولكن ما هوش في نفس الوقت بالضخامه او بالطريقه اللي تم ان هو يعني يتحول هذا الموضوع الى ظاهره. فده كلام مش مظبوط، لان انا لما بقول يا استاذ احمد ان دي ظاهره بتحدث، يبقى المفروض ان انا عندي على الاقل بقى حادثه كل شهر مثلا في المنظر ده. انا الحادثه اللي حصلت ديت كان في حادثه مماثله يمكن من سنه فاتت. وتحدث تحدث طبعا بتحدث عندنا، بتحدث في العديد من الدول. حدثت في ميامي، حدثت في فلوريدا، حدثت في العديد من الدول. طيب هل احنا ما خدناش من الحادثه اللي فاتت اجراءاتنا مع وزاره البيئه، وعملنا وعقدنا اكثر من اجتماع، تم عقد اكثر من اجتماع، وتم بحث هذه اذا كانت هذه يعني الظاهره اسباب هذه الحوادث. وكان من ضمن اسباب هذه الحوادث، وانا بقولها وبكررها، ويعني يعني كويس بقى ان حضرتك كده الساده المشاهدين اتفضل. والمستمعين في هذا الموضوع. وكان من ضمن ما هو اتفق عليه مع وزارة البيئة إن هذه الحوادث بتأتي في معظمها بسبب الصيد، أو بسبب الصيد الجائر الذي يحدث في البحر الأحمر. لما النهارده بنشوف ناس بتنزل بشباك، شباك غير قانونية، وتبتدي تسحب في الذريعة بتاعة السمك، ناس بتطلع بكميات تزيد عن 150 و200 كيلو سمك في البحر الأحمر، أصبح صحراء. أصبح النهارده السمكة أو سمك القرش النهارده أو أنواع الأسماك الكبيرة اللي هي بتتغذى على الأسماك الأخرى طبقا نعم. للطبيعة ما بقتش موجودة. فالنهارده ده في تحميل على البيئة البحرية، في تحميل كبير. ولذلك لما إحنا خدنا قرار بإغلاق شهرين، ويعني إحنا سمعنا كلام كبير قوي ليه تغلقوا الصيد، وتغلقوا الصيد لمدة شهرين وكلام زي كده، ده لصالح الصياد ولصالح البيئة البحرية اللي موجودة ولصالح اللي ما يحدث حوادث مماثلة بالمنظر ده. في طبعا أسباب أخرى لهذا الموضوع، أنا راجل ليس متخصص أن أتطرق أو أخش في الكلام ده، لكن أنا بقول لحضرتك كان من ضمن الأسباب واللي إحنا يمكن تناقشنا فيها أنا والسيدة وزيرة البيئة في هذا الموضوع، هي عمليات الصيد الجائر. الصيد بيتم النهارده بعمليات نظام الجر، والناس بتنزل بالجر، يعني مش عاوز اقول لحضرتك فيها قد ايه نوع من انواع العنف يعني والتعامل باسلوب مش ادمي بهذا الموضوع. في بعض الناس سيادة المحافظ، حضرتك طرحت النقطة مهمة. يوم ما حصل اللي حصل ده قالوا انه السبب انه حضرتك اوقفت الصيد الجائر اللي حضرتك بتتكلم على الاقل، لو كانوا الصيادين موجودين ما كانش القرش ده وصل لقريب من الشاطئ. يعني انا بقول لحضرتك اللي اتقال. كلام يعني مش ماشي مع المنطق استاذ احمد خالص. احنا بنتكلم النهارده ان السمك لما بيلاقي الغذاء بتاعه الطبيعي جدا اللي هو يعني ده اي نعم، يمكن البشر مش على القائمه الرئيسيه بتاعت سمكه القرش يعني، او مش هو مش القائمه الرئيسيه، ولكن انا بقول لحضرتك اسباب اقترابه من الشواطئ. ومع ذلك انا بتكلم في ان هذا الموضوع لم يحدث ولم يتكرر يعني بشكل مستديم، يخلينا نقول ان دي ظاهره. طب هل ايه الاجراءات اللي احنا يعني عملناها عقب هذا الحادث ان شاء الله ما يتكررش مره اخرى؟ في عديد من الاجراءات، احنا الحقيقه يعني في لجنه فعلا منعقده من اول امس، ودي احنا بتبقى احنا وبتبقى البيئه والمحميات، وبنناقش الموضوع بقى من اوله لاخره يعني ما بنسكتش على هذا الموضوع. في عندنا عمليات مسح لغايه دلوقتي، انا بكلم سيادتك، والعمليات دي هتستمر. مش معنى ان احنا فتحنا الشاطئ ان احنا اوقفنا عمليات البحث، لا، ده بناء على توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء. احنا عندنا عمليات بحث بكثافه في النطاقات كلها بتاعه البحر، بنشوف بدائل هذه الظواهر،
وبنشوف يعني اذا كان، ولغايه دلوقتي احنا يعني ما تبلغناش مثلا بان احنا رصدنا سراب او رصدنا اعداد او رصدنا كثافات، وسمكه القش هي موجوده في البحر الاحمر ولكن احنا بنشوف النهارده بنبحث في ظاهره خروجها الى شاطئ. الاماكن القريبه من الشاطئ بالظبط كده. حضرتك بتقول المسح اللي عاملينه على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا ما اظهرش انه في اسراب من اسماك القرش موجوده. تماما 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 تماما. يعني بتطمن الناس اللي ممكن تبقى قلقانه تنزل الميه او جدا كده. جدا ما كناش خدنا اجراء على طول مباشره النهارده بان احنا نفتح، وانا نفسي بطمن الناس. فتحنا عشان نطمن، عشان تطمنا. طبعا 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 طبعا. بشكرك شكرا جزيلا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر. نروح النهارده لمجلس النواب.